حنا من الساكنه، حنا اختي تقهرنا بالبرغوت، كنداويو دائما، كداوي كتجي الشركه كداوي لينا 100 درهم الحصه، يعني 3 فوا باغ سيمين كنداوي 300 درهم. حنا شارين الثمن، شارين باش نرتاحوا، ولينا حنا كنعانيو، وليداتنا تيحكوا، حنا تنحكوا، ولينا لحمنا كله مزوق بالبرغوت. اختي بغينا حنا المسؤولين، ما عرفناش مع من نهضروا، مشينا للجماعه ما جاتش، مشينا لها شي جوج خطرات ما جاتش. كنداويو يعني الشونتي ها هو كيف كتشوفي فيها ما كيبنيو البنايه، لدرجه اننا ولينا كندخلوا عند البنايه كنسولوهم واش عندكم البرغوت، كيقول لك اختي عندنا. دونك مالين واش مالين الشونتي ومالين خصهم يداويو، واش الجماعه حنا ما عرفناش اشنو، ما عرفناش اش من باب ندقوا، كلهم مزوقين بالبرغوت. كون كانوا دابا في ليكول، كون كانوا كون وريناهم ليكم، حنايا لا ميم شوز، حنا حالتنا بالبرغوت. زعما حنا بغينا غير شي حل، حنا بغينا شي حل، بغينا نرتاحوا. حنا قلنا كاين شونتي كيتبنى، كاين صداع ها هو كتسمعي فيه، قلنا صداع ماشي مشكل، غيجي واحد النهار وحيد، ملي غتبدا تبنى البقعه غيجي واحد النهار يحيد. ولكن البرغوت لا، خصو يديروا لي حل، يا اما ما يبقاوش يباتوا البنايه، لا كانوا البنايه اللي كيجيبوا، واش المشكل في الارض؟ ما عرفناش فين كاين المشكل، دونك المشكل خاصو لي حل. هذا الشيء اللي كنطالبوا، كنطالبوا بالجماعه ولا المسؤولين ولا الناس اللي تيبنيو يديروا لنا شي حل. ما درناش الشكايه، ولكن مشينا دقينا البيبان، قالوا لنا في الجماعه مشينا، قال لك اه واخا دابا ندوزو. صافي دابا شي دو موا هادي ما جات حتى شي واحد. هذا الشيء اللي كاين. السبب قال لك هو الشونتي اللي كيتبنى، الارض فيها البرغوت، وماشي غير انا اللي كنعاني، راه يمكن واقيلا انا اللي غندوي. الناس راه كلها كتعاني، اللي سولتي راهي ما كاينينش، اللي سولتي غايقول لك كنعاني من البرغوت. ولينا الناس ما بقاوش كيجيو عندنا، شي يجيو يديو معاهم البرغوت، وحوايجنا جداد، ماشي زعما حوايجنا جبناهم معنا قدام ولا شي حاجه فيهم البرغوت. راه زعما انا هاد البرغوت انا عمري ما سمعت به، انا حتى سمع ما سمعت به، توليت نشوفه ينقص في داري. هادشي كنطالبوا حنا بالمسؤولين يجيو يديروا لنا الدواء. هاد الشونتي اللي ملاصق معايا وكيتبنى يجيو يديروا ليه الدواء، يجيو يداويو الارض، اكيد غيكون حل، اكيد. انا ما كنداوي كيبقى ليا الدواء واحد الشهر شويه كيجي ليا شويه، عاود ثاني البرغوت، عاود ثاني كنعيشوا ديك المعاناه. دابا حنا الاقامه عندنا نقيه، البارطمات عندنا نقيين، زعما ما عندي ما نقول، ولكن هاد الشونتي اللي كيتبنى حدانا هو فين كاين اختي المشكل، هو اللي تيجي منه اختي البرغوت. قتلنا 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 وليداتنا والفراش تمحلنا فيه، زعما عيينا. عندنا الاقامه نقيه والبارطمات عندنا نقيين، ولكن الشونتي اللي كيتبنى حدانا هو اللي داير لينا اختي المشاكل. تماما، بغينا غير هاد المسؤولين، غير هاد المسؤول ديال هاد مول الشونتي يجي ينقي الارض، على الاقل يدير غير شويه ديال الدواء. راه حنا صافي، وعرفتي لا سيونس ديال الدواء كتجي غالي، كل مره 100 درهم 100 درهم، يعني لا حول ولا قوه الا بالله. تقهرنا اختي، تقهرنا بزاف. هاد الحشره ديال البرغوت حشره مزعجه، كتغدى على دم الانسان، خصوصا كان عنده الدم مزيان كتغدى عليه. حنا كنطلبوا مول هاد الشونتي اللي كيبني ينقي، ما طالبين منه حتى شي حاجه، غير ينقي لنا غير الارض فين تيخدم. والو، مزامطين الدنيا بالاخص، زامطينها ما كنحلوهاش. انت كتسمعي هاد الكروه دابا اللي كتحفر، ملي كتحفر ديك الارض فيها البرغوت. حنا الاقامه نقيناها ونقينا البارطمات، ولكن هاد الشونتي اللي فيها اختي ورا سطا غادي يفوت، ومن حقهم يبنيو. عندك ما ديري، غتصبري غتصبري، ولكن هاد الشونتي الله يعفو علينا، راه قهرنا قهرنا اختي بزاف. يشوفوا من حال الساكنه، يشوفوا من حال الساكنه اختي. ما لا يعقل واحد جيب فراش ب 8 مليون نقي ويعمر عليه بالبرغوت، راه حشومه، راه حشومه اختي. حنا ولله الحمد الاقامه عندنا نقيه، البارطمات نقيين، ولكن هاد الشونتي اللي كيتبنى اللي فيه اختي البرغوت.